بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق ليقضي الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا الأمر هو التقاء الجمعين للفصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور يعني جمع أمر، وفي المعارك أمران، ولكل واحد من جنود المعركة أمر. فما لم لله ترجع الأمور، يبقى أمر الفئة المؤمنة راجع إلى الله جزاء، والجزاء على مقدر نياتهم في إخلاص الجهاد. وأيضا الكافرين متعددين، يبقى أمر الكافرين عموما إلى الغضب، وخصوصا إلى منازل من الغضب، كل منزلة تصاحبه إيه؟ تصاحبه حال صاحبه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. احنا قلنا ان كلمة فئة هي الجماعة، الا انها لا تكون الا في حالة ايه؟ في حالة الحرب. كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ لقد كان لكم آدم في فئتين التقتا، فئة ايه تقاتل في سبيل الله واخرى ايه كافرة. واذا لقيتم فئة، يبقى اذا كلمة فئة هي جماعة صحيح، الا انها ايه تكون في الحرب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ما دام لقيتم، يبقى النكوص هنا يدي ضعف عندكم، خلاص يا تجدوا بقوا عليكم، يا ريتكم ما كنتوا رحتوا، يا ريتكم. يقول لك ده لسه بيعدوا للحرب، لسه بيرتبوا للحرب، لسه بيعملوا تخطيط للحرب، انما ما دام جيتوا بيتهم ولقيتوهم، يبقى المسألة وصلت إلى إيه؟ فإذا فررتم يبقى معناها ان دي شهادة انكم ايه؟ انكم ضعاف. ولذلك التولي يوم الزحف دي من اكبر الكبائر. ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء غضب من الله. والتعبير ومن يوليهم يومئذ دبره تقبيح عملية الفرار، لان الدبر ده محل الصيانه ومحل الايه المحافظه. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قالوا له ان درعك له صدار وليس له ظهر. الصدار يعني من قدام كده درع، انما من ورا مفيش. قال لا كنت ان مكنت خصمي من ظهري. يعني عامل حسابه انه ما ايه ما يمكنش خصمه من ظهره. فلو انه عنده درع يبقى كان مفيش مانع، يقول لك ان جات لك ضربه الدرع يتلقاها، لكن عارف ان هو انعمل كده حي. ولذلك بيسموها الظواهر النفسيه لضبط النفس من الاحداث التي لا تقوى عليها. لان واحد يقول لك لا انا ما فرش، انما يمكن لما يجي بقى الوقت اللي يخليه يفر فيعمل ايه، يقول لك ايه علشان لو فررت ابقى اتقتل على طول. اذا لقيتم فئة فاثبتوا. اثبتوا، طب ما يمكن اني معلوماتي عن الفئة كانت ضئيلة، معلوماتي عن الفئة ما كانتش قوية، قالوا لي ده عددهم كده وهو عددهم اكتر، قالوا لي ما معهمش الا الرماح، لقيت معهم رماح وسيوف ونبال ومش عارف ايه وبتاع، يمكن الواقع خلاني ايه أبهت. أم قال لك ساعة ما تلاقي الحكاية دي، اعلم أنك لا تواجه عدوك بقوتك أنت، ولكن بقوة من جاهدت من أجله. فيجيب لك بقى اللي يقول لك إيه، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. اذكروا الله يعني رفض إن وراكوا إيه، إن وراكوا ركن شديد. حينما تستنفذون أسبابكم أنتم يأتي المسبب. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى نصر اسباب كونه، وكل واحد ياخد بالسبب. فما دامت الاسباب موجوده ربنا مديك للاسباب،
فاذا انتهت الاسباب اللي ملوش رب يموت، انما اللي له رب يقول لك لا ده ليه يا رب، ده العيل يقول لك ده انا هقول لابويا ولا اقول لاخويا ولا جيبها مش عارف قريبي ولا بتاع، يقول لك انا ليا ايه. ولذلك قلنا لكم زمان ان سيدنا موسى عليه السلام قومه وهو كانوا منطقيين حينما جاء فرعون وروحه كده وهم راحوا على البحر، قال قوم موسى ايه؟ انا لمدركون. قال انا لمدركون، وده كلام صح ولا لا؟ طب ادي البحر وادي العدو ورانا، هنروح فين؟ خلاص. لكن موسى عليه السلام قال بملء فيه كلا مش هندرك. ايه يا موسى مش هندرك ازاي؟ قال انتوا خدتوها باسباب انا وانت، ان معي ربي سيهدين. معي انت ام معي ربي سيهدين؟ قال له خلي البحر يبقى يابس بقى ويمشوا على كيفك والى اخره. فاذا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، يا معناها صعب ان نتحرك او نولي الادبار، ولكن الله سبحانه خالق النفس البشريه ويعلم انها قد تكون امام قوه لم تحسب حسابها. قال لهم ان حصل كده ما تفتكروش انكم لوحدكم بقى، لازم تذكروا ربكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمه كثيرا لانك قد تذكر الله عند الباس بس، وبعدين اذا بقى المسائل جت رخاء وياك كده يمكن تنسى. اقول لك لا، والي ذكر الله ليوالي نصرك على عدوك. اوعى تسيب الحكايه دي خالص. الحق سبحانه وتعالى حينما يستحضر بعض الخلق المؤمنين للصلاه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه يعملوا ايه؟ تسعوا الى ذكر الله، لان ده ذكر واجب كل يوم 5 مرات عشان يدين ولاءك لله. شوف بقى الإدامة الولاء لله 5 مرات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إليه ذكر الله. خلاص. وبعدين إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اوعى تعرفوا أن ذكر الله إنما وقت بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، حتى وأنتم منتشرون في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من إيه؟ من فضل. وإياكم أن تلهيكم هذه عن ذكر الله وتوقتوا ذكر الله بأوقات العبادة. لا، تعملوا ذكر الله دائما على إيه؟ على سنة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن فذكر الله كثيرا هو وسيلة مين؟ وسيلة الفلاح. ذكر الله كثيرا معناها انك انت مستشعر في كل لحظه ان ربنا ايه؟ ان ربنا معاك. وما دام ربنا معاك تبقى لازم تفتكره بالذكر. ولذلك احنا مثلا في المعارك اللي حصلت اخيرا دي بتاعت رمضان بتاعت 6 اكتوبر كان الشعار ايه؟ الله اكبر. الشعار كان الله اكبر. عمل هذا الشعار عمله لما جئنا لنرى بتاع ده خط مش عارف ايه برليف ده علشان نشوف ازاي احنا تخطناه. الجنود في وقت السلم وبيعملوا تجربة امام ناس عشان يفرجوهم ما عرفوش يطلعوا قدامنا. يمشي كده يمشي كده وفي المعركة مشوا وطلعوا. ايه المسألة دي؟ يبقى لازم فيه ايه؟ لازم فيه مدد الهي. وما يعلم جنود ربك الا هو. وقد قلناها شعارا لفظيا، احنا قلنا الله اكبر الله اكبر لان القادة اللي كان بيدهم الامر عندهم ايه؟ صفة ايمانية. فقال لك ندخل بالله اكبر وعمل روايات صغيرة وكده الله اكبر. فحصل ما حدث وحدث النصر. لما حدث النصر والله لو ان ذلك الشعار تجاوز القول بالله اكبر الى الفعل بالله اكبر لكانوا في تل أبيب. إنما بعد ما حصلت ديا شفنا بقى الملاحدة يكتبوا النصر نصر حضاري. يعني بيقول ما هوش نصر ديني، نصر ايه؟ فما كملوهاش يوم واحد والتفتنا لقينا الدفر صور عملت عميلة. طب خلوه نصر حضاري بقى. نعم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع هو تعاند القوة، يعني قوة بتعاند ايه؟
والقوة حين تعاد القوة تبقى طاقة مهدرة، قوة بتعامل قوة الطاقة الايه المهدرة. فان اردت ان عملكم ما يكونش مهدر ما تعملوش تنازع وتعاند بينكم والبعض، خليكم ايه يد واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا. تفشلوا ما هو الفشل؟ هو اخفاق الانسان دون المهمة التي كان يرجوها بايه في نفسه، وتذهب ريحكم. شوفوا بقى العبارة، وتذهب تفشلوا عرفناها، وتذهب ريحكم. انك ما هو الريح؟ ايه الريح ده؟ احنا نعرف ان الريح ده يطلق على ايه؟ على الهواء الذي حيزه كل فضاء. حيز يعني مكان، الهواء مكانه ايه؟ حيزه اللي ينزل فيه ايه؟ كل حاجة فاضية، ما يجيش هواء في قلب العمود، ما يجيش هواء في ديه، لا الهواء في الايه؟ في الفاضي. الهواء ده اللي احنا قلنا عليه زمان انه المقوم الاول للحياة، لان احنا قلنا مقومات الحياة ايه؟ طعام وشراب وهواء. نصبر على الطعام شهر ونصبر على المية العشر ايام، طب والهواء نصبر عليه قد ايه؟ مقدار شهيق وزفير. يبقى المقوم الاول للحياة ايه؟ هو الهواء. ادي الاول فكرة، هو المقوم لحياتك انت، وهو المقوم لحياة الاشياء حولك. انت فاهم بس بيقوم حالك؟ لا، الثبات في كل شيء، في زرع، في عمارة، في اعمدة، في جبل، الثبات له ناشئ من الهواء. ليه؟ قال لك لان الهواء ما دام محيط، الضغط من هنا زي الضغط من هنا زي الضغط من هنا، يفضل الشيء ايه؟ ثابت. طب فرغ الهوى من ناحيه انتهى كل شيء. فرغ الهوى من ناحيه ينتهي ايه؟ كل شيء. ولذلك احنا كانوا يعلمونا زمان في المدارس يقول لك علشان تعرف الحيز والهوى والمش عارف والفضاء، هات صفيحه حط فيها شويه ميه وخليها تغلي، معنى تغلي يطلع منها ايه؟ بخار. البخار ده يملى الفضاء اللي في الصفيحه، ما هي فيه ميه وبقى فوقها ايه؟ بخار. البخار ده يطرد مين؟ يطرد الهواء. لكن البخار مالي نافش شويه قد كده، نافش وماله الصفيحه، برد الصفيحه، يقوم البخار اللي جوه يعمل ايه؟ يتكثف ماء وينزل، يبقى فيه قسم هيبقى ايه؟ خالي من الهواء. تروح الصفيحه متطبقه، ما اللي ما كلهاش متطبقه ايه؟ ان في حاجه من بره وحاجه من ايه؟ مقابل. ولذلك دلوقتي وتفريغ الهواء يعمل ايه؟ يجي في حته يروح يفرغ منها الهواء، يقوم للناحيه الثانيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب او يسلط او تحت تيجي كلمه ايه؟ كلمه ريح، بريح صرصر عاتيه. مش كده؟ بريح صرصر ايه؟ عاتية. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب ايه؟ أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذلك تلتفت تلاقي البحر القوي ده الشوية الريح العظيم يهبوا عليه يروح عاملين ايه؟ امواج تلعب بأحسن باخرة وتروح مفطصاها مغرقاها. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح ايه؟ طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط ايه؟ يبقى اذا كلمة ريح تفيد الايه؟ تفيد القوة. تعمل شوف البحر ايه، وبعد ذلك تعمل في الاشجار العالية تعمل فيها ايه؟ تعمل في الاشجار العالية تروح مكسرها ومحطمها، وفي المباني تروح موقعة. ليه؟ لانها جاءت ريحا قوية من ناحية وما فيش مقابلها ايه؟ ريح تانية. لو فيه ريح تانية قبلها كانت كل حاجة تفضل ايه؟ تفضل زي ما هي، ما يجرش. انما دي ضغط شديد من هنا وهذا. ولذلك تجد ان الله اذا تكلم عن الريح لا يتكلم عليها الا للتخريب والتدمير. بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايه ايام. لكن اذا تكلم في الخير ما يجيبش كلمه ريح، انما يجيب كلمه رياح. ليه؟ لان الريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا، عمل توازن في الحياة. يبقى اللي عمل توازن في الكون ده هو ايه؟ هو الريح والهواء. فاذا اراد الله ان يهلك او اهلك يجيب الريح من جهة ايه؟ من جهة واحدة. يوم لما يجي الريح من جهة واحدة يبقى قوي من الناحية دي ويعمل ايه؟
من الناحيه دي. ولذلك قلنا لكم لما يحبوا يعملوا حاجه يعملوا تفريغ الايه، تفريغ الهوى، يفرغ الهوى، يدمر كل ايه، كل شيء. الحق سبحانه وتعالى ايه، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رياح مش كده، وارسلنا الرياح لواقح بتلقح النبات. يبقى لما يجيب الخير يجيب مين، يجيب كلمه الرياح، يجيب الشر يجيب مين، الا ايه واحده في القران، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه، بريح طيبه وفرحوا به جاءتها ريح ايه، ما هو معنى ريح وصفها بانها طيبه، اذا فالريح على اطلاقها ما تكونش ايه، ما تكونش طيبه، بل جاءت تدمر كل شيء بامر ايه، بامر ربها. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سعد من فسره وتذهب ريحكم اي قوتكم، يبقى الريح هو الايه، القوه. الريح هو القوة، والريح الأولان اللي هو الهوى. احنا لما نيجي نشوف من نجل السفن مثلا، في أول الأمر كانت تسير بإيه؟ بالشراع، بالريح. ولما تقدم العلم وعملنا بخار وعملنا مش عارف كهرباء وعملنا مش عارف إيه، مشيت بإيه؟ من غير ريح. مفيش قلوع بقى دلوقتي، ده بقى في مكان ومش عارف إيه وبتاع. فكلمة الريح والقوة دي معناها أنها القوة المحركة، ريحا أو غير إيه، أو غير إيه. تبقى هي ماشية بالريح برضو ولا لا؟ يعني السفينة ماشية بإيه، بمعنى إيه، بمعنى القوة الإيه لا لا طبعا. الله، هنا برضو ريح ويطلق على إيه، على الرائحة، يعني رائحة الشيء يقال له إيه، ريح. زي احنا بنقول دي ريحة، يعني للعطر او لاي حاجه مش كده، لا تأتي الوحده، يعني ريحه، يعني اذا الريح هو الايه، الرائحه. وتبين ان ابقى شيء لاي اثر هو ريحه، الرائحه بتاعته. الرائحه دي يعني صورتك قد توجد فترى، لكن اذا غبت خلاص انتهت. لكن ان غبت انت عن المكان تفضل ريحتك، ريحتك فيه. ولذلك الكلاب البنوسيه اللي بيعملوها بيستعملوها علشان البنات دول، بتعمل ايه الكلاب؟ اللي بتشم الريح او تمشي تبع الريح، تروح للحته اللي هو فيها دي. اذا كل واحد يتركوا ايه؟ يتركوا ريح، الاثر بتاعه اللي ابقى، ابقى اثر هو ايه؟ للذات بهيكلها ولا الصوره بملامحها، ولكنها الريح بتاع، الريحه بتاعته، الريحه بتاعته هي اللي تفضل ايه؟ فاذا قال وتذهب ريحكم، يعني ما يبقاش لكم اثر ابدا، لان ما دام الريح راح يبقى ايه، ما فيش ايه. ولذلك تقول ايه، انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه مكانه، مش كده ولا؟ انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه مكانه. ويدل على ذلك ان القران حينما تكلم في قصه سيدنا يوسف مع ابيه سيدنا يعقوب واخوته، رموه في الجب وبعدين طلع واشتراه عزيز مصر، وحكوا القصه الطويله العريضه، وبعدين ربنا اداله بقى عزيز مصر وبقى له مش عارف ايه، وبعد يجيب ايه، جم راحوا يجيبوا الميره منه وقالوا له الحكايه القصه الطويله دي. ولما فصلت العير، ولما فصلت العير يعني خرجت من ايه، من القاهره، راح فين؟ راح الشام. بمجرد ما فصلت العير وخرجت من المباني قال ايه ابوهم، اني لاجد ريح يوسف، ريحه يوسف جايه. العير اللي شايبه الميره اللي يوسف قاعد يحملها ويعملها ومش عارف، خدت حته ايه، ريح. طب وليه لما فصلت العير؟ ام قال لك لان المباني إيه؟ لها اشعاعات يمكن تكتم الريح شويه، لكن لما يخرجوا بره تبقى الريح على ايه حكا. ولما إيه قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. نعم. وتذهب ريحكم اي قوتكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. اصبروا زي هناك بقى بتشرح كلمه ايه، اثبتوا القتال، عايز ايه لا لقوه، وعايز ايه اثبتوا، اي في الايه، لا تولوهم الايه، لا تولوهم الايه، الادبار. طيب هم يمكن يعملوا كده برضه،
برضو حيثبتهم ومش عارف ايه له ويصبروا الاخر ايه وبعدين قال لك لا ان صبروا ايضا امامكم فصابروا. معنى صابرت فلانا يعني شفت مين اللي هيغلب في الصبر. يبقى هذه المسألة ايه لقي عدوه ايه اثبتوا في اللقاء لا تولوهم الايه الادبار اذكروا الله كثيرا اصبروا فان كانوا مثلكم يصنعون ذلك صابروهم. ولذلك اصبروا وايه لان يمكن عدوك برضه يبقى عنده جلد ويصبر. اوعى ساعة ما يكون عندك جلد لازم تغلبه في الجلد. ومادة صابرة تدل على المنافسة. انت تقول فلان نافس فلان. نافس فلان يعني ايه؟ يعني شوفوا مين هو اللي ايه؟ اللي احسن. هي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة من الاصل كانوا يغطسوا في المي. يغطسوا في المي ويشوف مين اللي يقدر يقعد في المي اكتر من الثاني. يبقى اللي يقعد في المي اكتر من الثاني نفسه اطول. يبقى نافسه اي غلبه في الايه؟ ودي تنعرف بايه؟ بالغطس. ذلك سيدنا عباس وسيدنا عمر قالوا نافسني يعني نشوف مين اللي ايه؟ اللي حيمكس في الماء ايه؟ اكثر. يبقى قلنا ايه؟ العدو كان لقاؤه فثباته فعدم تولي الادبار فذكر الله فصبر فمصابره. ان الله مع الصابرين. وان الله مع الصابرين دي طب انسان يشعر ان ربه اللي ندبه لهذه المهمه القتاليه عشان كلمه الله تعلو ومعه نفسه تخور ليه؟ لذلك احنا قلنا ان الضعيف اذا كان مع القوي تحصن الضعيف بمين؟ قلنا الولد لما يبقى في الشارع وهو صغير كده لوحده ده يضربه ده مش عارف يشد جلابيته ده يرميه بطوبه. لكن اذا كان في ايد ابوه طب اللي في ايد ابوه بيحصل كده واللي بقى مع ربه يبقى ايه؟ فاللي يذكر دائما معيه الله اي حدث في الكون تتجرد فيه عن ربك مهما كان ضعيفا يقلقك. واي حدث في الكون في معيه ربك لا يقلقك ابدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه بيروي يقول لنا بدته يواسي المريض اللي مسلوبه منه عافيته. والعافيه دي النعمه الاولى لان اي نعمه مع غير عافيه ما تبقاش لها نعمه. يبقى الصحه والسلامه دي فاذا مرض انسان ده مسلوب منه العافيه مسلوب منه العافيه يبقى لا بيقدر يمشي ولا بيقدر يتحرك وبيتأوه وبيتألم ومش عارف ايه. يوم ربنا بده يعوضه يقول له انا ان سلبت منك العافيه وهي نعمه من نعمي فانا عندك في معيتك. فاوعى تفزع من ان النعمه سابتك ما دام المنعم معك. ولذلك الحديث القدسي يقول ايه يا عبدي مرضت فلم تعودني. ربنا بيقول للعبد مرضت فلم تعودني. قال كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين اعودك ازاي؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعود اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. فقل لي بقى هات اي مريض يستشعر ان الله معه والله يختشي يقول ويختشي يضجر من المرض. شوف ازاي ربنا مد تعويض ايه تعويض عن النعمة بمين؟ بالمنعم ذاته. ان الله مع الصابرين. وحين تكون في معية الله مقاييس المادة والبشريات ما تجيش. سيدنا ابو بكر مع سيدنا رسول الله في الغار وجاء القوم عند باب الغار فمروا فرآهم أبو بكر فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت إيه قدميه لرآنا. ده كلام منطقي صحيح كده. لو وطى نفسه كده ونظر معاهم كلام كده هيشوف مين؟ يبقى إذا اللي خايف منه أبو بكر إيه؟ أن يراه العدو. طبعا لما يحب النبي يطمنه مش يمنع عنه او ينفي عنه ما جاء في باله. هو خايف لمن ايه لا يشوفوه. فلازم لما يطمنوا النبي يقول لا ما يشوفوناش ما هو ده اللي مخوفه يبقى يجيب له المقابل ما يشوفنا. قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شوف الاجابه الملفته
ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وما دام الله ثالثهما ثلث، الاثنين بقوا ثلاثه، يبقى المعيه موجوده. طب واذا كنت في معيه من لا تدركه الابصار اتدركك الابصار؟ فالمعية دي كلنا اللهم اجعلنا في معيتك دائما. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، اللي هم مين؟ حينما خرج رسول الله ليلتقي بالعيل ويعوض بعض المال اللي خدوه منهم في مكة، ابو سفيان ساحل وفر، والعيل جه علشان ايه؟ فلما جم وخرجوا جم قالوا لهم العيل نجت ونجا بها ابو سفيان، فرجعوا بقى قالوا لا ما يكفيناش هذا، احنا لازم نروح نقابل ونقعد ونعرس ونضرب الدق الطبول ونذبح مش عارف ايه ونعملها حتى تتعالم اهل الجزيره كلها اننا خرجنا. طيب انتم كفيتم مساله ان العيل بتاعكم تتاخد، تبقى عايزين اكتر من الحاجه بطرا بقى، يعني كان يكفي انهم ايه ولكن الله ايه سلم وخلاص وانتهت. انما هو لما قالوا كل العيل نفدت برضه ما رجعوش، وحبوا يعملوا ايه؟ يعملوا بقى مظاهره خيلائيه، مظاهره خيلائيه فانهم يقعدوا ويحاولوا الجذور ويقعدوا يطبلوا ويزمروا ويغنوا وما يعملوش حاجه، يبقى شماته بقى. يبقى هذا هو الايه؟ هو البطر. البطر انك انت يبقى عندك نعمه فتستقلها وتايه؟ وتحب انها تعلى وتغلى، يقول لك ده فلان بطراه. ويجيبوا له مثلا شويه فول الصبح يقول لك ليه فين المربى وفين الزبده وفين العسل النحل وفين مش عارف ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ البطر. انتوا ربنا نجاه، والعين اللي انتوا خايفين عليها وكافيها مش عارف المال بتاعكم نفل وخلاص، كان كان الاصول ايه؟ يكفي هذا. انما هم ما عملوش كده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يقول لك حتى تسامع العرب اننا رحنا وقعدنا وان محمد ما عملش فينا حاجه واننا واننا واننا، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. طب بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لان لما الناس تشوف الكافرين اللي هم المعادين لمنهج الله في الارض ومعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والامور جت في صفهم كده وقاعدين بقى يرقصوا ويغنوا ويشربوا خمر ويذبحوا مش عارف ايه، ده يعمل ايه؟ ده يغري الناس بانهم يعني يكونوا زيهم. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. يبقى شوف بقى النبي حين راهم قليلا لتاتي المعركه، انما الشيطان يعمل ايه؟ زين لهم، قال لهم ده انتوا محدش قدكم، ده انتوا هتغلبوا، ده انتوا حتى مش عارف ايه. يبقى فيه من ناحيه تقويه المؤمنين يري الله ويري رسوله انهم قليل، والواقع يشوفوه قليل، لكن من ناحيه الثانيه الشيطان يعمل ايه؟ يقول لهم ده انتوا لا انتوا كتير وانتوا عشان يعمل ايه؟ عشان يفيج المعركه. وبرضه هو غبش، لانه لو علم ما تنتهي اليه الامور لما اهاج على المعركه، لان المعركه انتهت بمين؟ بنصر المسلمين. يعني حقيقتهم كده لما الشيطان يزين لهم يقول اتليها على عينك، ما احنا سمعناك وخبنا. واذ زين، اذكر اذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، يعني انا ايه؟ انا نصيركم. طب نصير، طب ده موقفه الله سبحانه وتعالى شرحه هناك، انا ما كنتش ليا سلطان عليكم وما كان لي عليكم ايه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، ما انا بمصرخكم اصرخ فلان فلانا، يعني ايه اصرخه؟ سمع صراخه وذهب اليه. الواحد لما يكون في مأزق ولا اي حاجه لم يصرخ على واحد، فاللي يجي له يبقى يقال اصرخه اي ازال صراخه،
وما دام ازال صراخه يبقى بايه انه ايه نجد وجه لايه. فالشيطان بيقول ما انا بمصرخكم تبقى بيضد ايه جار لكم، ما انا بمصرخكم ولا انتم ايه بمصرخي. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ده مجرد الترائي لسه ما التحموش، لسه ما ايه ما التحموش، بمجرد ما شاف نكص على ايه نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. الله، ما هي الآية دي اللي بيشرحها قول الحق سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب الإيه. طب ما هو ده كلام منطقي مع وضعه الأول لما حينما طرده الله باللعنة لأنه قال ما قال بالنسبة لخلق آدم وبالنسبة للإيه للسجود. قال له إيه عليك لعنتي الى يوم الدين. قال له ايه انظرني الى يوم ايه انظرني، يبقى اثبت القدرة لله وطلاقتها لله وانه هو مش ممكن يقعد الا بمين. قال انك من الايه من المنظرين. يبقى اذا الشيطان كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه. كذلك زين لهم الشيطان اعمالهم وقال انا جار لهم فلما تراءت الفئتان نكس على ايه ونكس على عقبيه. مش السكت، لا ده قرع ايضا بالقول اني اخاف الله ايه اني بريء منكم اني اخاف الله والله شديد العقاب. يبقى مصدر الخوف ايه برضو خوف من العقاب مش حب في الله. اذ يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. احنا قلنا المنافق مأخوذ من نفقاء اليربوع. اليربوع ده حيوان شكل الفار كده في الجبل له سرداب في الجحر يعني، ولما يجي حيوان يتتبعه ولا اي حاجة ويدخل الجحر يقوم الحيوان يقعد له على باب الايه لحد ما يجي يطلع يصطاده. فاليربوع من مكره يعمل ايه يجي جحر يعمل للجحر ده وجه مقابل زي الباب الخلفي اللي احنا بنقول عليه وزي السرداب. فلما يبص كده يلاقي اللي عايز يفترس وقعد قدام الجحر يمكن من الايه يبقى كأنه نافقه كأنه ايه نافقه. يبقى هذا الاصل في الايه النفاق، الاصل في النفاق من نافقاء الايه اليربوع. احنا قلنا ان المنافق متعارض الذاتيه، يعني ايه المؤمن منسجم الذاتيه ايمان بلسانه وقلبه برضه ملكه القلب. طب والكافر اللي برضه معتدل الذاتيه بس في بلاء لانه قلبه كافر ولسانه ما قالش ما امنش، يبقى ده معتدل الذاتيه بس في هدى وده معتدل الذاتيه في ايه في ضلال. طب المنافق قال لك بقى ملخبط الذاتيه، لسان مؤمن وقلب ايه كافر، يبقى الملكات ايه حسبك من المنافق ان صراعه في ذاته. الصراع بتاع المنافق فين؟ في ذاته، لان لسانه ضد مين؟ لسانه ضد قلبه. فالملكتين الاثنين ايه متعاندين. حين تكون الملكتين الاثنين متعاندين اتوجد راحة نفسية؟ ما توجدش راحة نفسية. ولذلك واذا لقوا الذين امنوا ايه قالوا امنوا، شو انهارت الذاتية وهم امنوا صحيح لا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه انا معكم انما نحن مستهزئون. يبقى الذاتية ضيعة ولا مش ضيعة؟ طيب والانسان ما هو الانسان المتكامل؟ الانسان المتكامل هو الانسان المنسجم الملكات. معنى منسجم ملكات ان لا توجد ملكة تعاند ملكة اخرى، مفيش ملكة في نفسه تعارض ايه ملك، ملكة الوجدان وملكة وبعدين مثلا عنده ملكة الالتزاز بالشهوة او الاول الغوائز والبتاع وعجب زي دي، عنده ملكة دنيا تصادمه ترى عاملة ايه عاملة توازن
فالإنسان المنسجم الملكات تبقى حالته اللي عنده قلق نفسي أو عنده اضطراب أو عنده مسألة إيه، يبقى ملكاته مش منسجمة مع بعضها. ومدام ملكاته مش منسجمة مع بعضها يبقى في قلق إيه، في قلق نفسي وفي قلق وحيرة. يوم يعمل إيه؟ بده يستر سعار القلق النفسي في نفسه. يوم يعمل إيه؟ لا سبيل له إلا أن يفقد نفسه وعيه، يقبل بقى على المخدرات وعلى المش عارف الايه، يقول له يا سيدي دي مش حل. لان الاقبال انت بتخدر نفسك امام الاحداث اللي عندك، واحنا عايزين تواجه الاحداث عشان تحلها وتيجي على ايه، وتيجي على جنب. يقوم يقعد الى ان يتمكن منه الايه، الشيء الذي يقوده الى التعود لحد ما ينهار وينتهي وتنتهي ايه كل حياته. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. غر هؤلاء دينهم لما يشوفوا شوية نصر بقى، ما المسألة جت بعد معركة نصر بقى. طيب ساعة ما المؤمنين ينتصروا كده يقوموا يزدادوا ايه، ثقة في نفسهم، ويجدوا موجة العدوان عليهم ايه قلت. يوم ده صحيح عمل في المسلمين عزة، هم راح ايه مسطرين العزة دي بأنها غرور. لا ما هيش غرور، لان ما معنى الغرور؟ انك انت تغتر بخصلة فيك لفوقك فيها على غيرك، هذا الغرور. المؤمن ساعة ما يوجد عنده قسمة مشغول بشكر الله عليها عن انه يغتر بها، وساعة ما يفتكر النعمة ما يعزلش النعمة عن المنعم. يقول لما ما يعزلش النعمة عن المنعم يوم تفضل النعمة حباها، لأن النعمة عطاء يد الله الممدودة. فمدام أنت النعمة ما أبطرتكش وزهدتك على الله، يقول ربنا يقول لك ده أنت مأمون على النعمة أزيدك. المغرور ما يبقاش كده بقى، المغرور ساعة ما توجد فيه خصل التميز يعمل إيه؟ يستعلي بها. وهل المؤمنين استعلوا بهذه؟ ما استعلوش بهذه، لانك انت ما تشوفهمش بالنسبه لك، شوفهم بالنسبه لبعض. بالنسبه لبعض يقول ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. ما تقولش شدته عليك دي انها غرور، ده انت الغرور ده طبع وصفه وملكه. لو كان غرور يطر على كل حاجه، انما ده بالنسبه للمؤمن ايه؟ ذليل. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى الإيمان ما تبعوش في قالب جامد، لا، الإيمان ترك المؤمن ينفعل للأحداث. فلا هو شديد على إطلاقه، لأن هناك مواقف تتطلب الرحمة، ولا رحيم على إطلاقه، لأن هناك مواقف تتطلب الشدة. فإذا عمال يقول له انفعل للأحداث، ما يكونش لك طبع كده. سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه معروف عنه انه ايه، بكى وقلبه ملان رحمه، مش كده؟ وعلى المؤمنين مش طب لما جم في حرب الرده ايه اللي حصل؟ وعمر مفهوم عنه انه ايه؟ مش ايه؟ لما جم في حرب الرده وقعد يشرهم، قالوا لا ما يزعحش، لا لا لا، هم بدهم يثبطوه. فيقول لسيدنا عمر اجبر في الجاهليه وقور في الاسلام؟ ده ابو بكر اللي يقول لعمر، وبعد ذلك يقوم بالسيف يقول والله لو منعوني عقال بعير لا عليه بالسيف، ان ما لقيتش الا الذره هقاتلهم به. الراجل الطيب ده اللي قلبه ملان رحمه وقالش، قال لك اه، لان لو ان هذا الامر من عمر كان الناس قالوا شده الفها الناس من عمر، لكن ما هي الشده ده ابو بكر المطبوع على المكه وعلى الليل وعلى وعلى، هو اللي وقف الموقف ده. يبقى الموقف هو اللي طلب ان يكون ابو بكر بهذا الموقف. يبقى اذا المؤمن بينفعل للاحداث، فلا هو مطبوع على الشده المطلقه ولا هو مطبوع على الرحمه، ولكن يشتد حين تكون الشده مطلوبه لدينه، ويرحم حين تكون الرحمه مطلوبه لدينه، ويعز حين يكون العزه ما عزه لدينه، ويذل اذا كانت الذله عزه لدينه. اذا ذل لاخيه، اذا ذل للمؤمن، خلاص انتهت المسائل. غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ده مش غرور، ده استناد إلى الله وإلى معية الله. ومدام الله عزيز حكيم يبقى يخلع من صفاته على من آمن به. العزيز يديله عزة، والحكيم
يدي حكمة، والغني يدي له ايه غنى، والجبار يعطي جبروت. اذا فكل كل مؤمن يتخلق باخلاق ربه، ولكل خلق مجاله. ما يبقاش جبار على الاطلاق، ولا رحيم على الاطلاق، ولا عزيز على الاطلاق، ولا ذليل على الاطلاق. فمن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. التوكل على الله هل معناها ان تكل كل امورك اليه؟ طب ان كنت تريد ان تكل كل امورك اليه فكل اليه انه امرك بالاسباب. اشمعنى هتسيب دي؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم فامشوا في مناكبها وكلوا. يبقى انت التوكل تعمل ايه؟ قام قال لك ما تنقلش صفه لصفه، لان التوكل صفه قلوب، عمليه مين؟ قلب. وفيه عمل للجوارح، اوعى تدخل التوكل في عمل الجوارح. الجوارح تعمل بالاسباب، والقلوب تتوكل على الله. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ونقلهم من عذاب الدنيا بالحروب وبالقتل وبالأسر وبالآل إلى آخره، إلى إيه؟ إلى شيء آخر، من هول آخر. وهل إيه؟ وهو المقيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفى يعني إيه؟ يقبضوا ايه ارواح. واحنا قلنا ان التوفي وهو قبض الارواح يجي هو الذي يتوفى، يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. طيب توفته رسلنا، يبقى مين هم؟ الرسل. خلاص. طيب وعزرائيل نفسه قل يتوفاكم ملك الموت، يبقى كم مرة اسندت التوفي؟ التوفي اسند مرة الى مين؟ الى الله. واسند مرة الى عزرائيل، واسند مرة الى الايه؟ الى رسل كثيرين. يبقى اقول لك ان الله لانه هو الامر لعزرائيل، وعزرائيل له ايه؟ له جنود هم بايه بيشوفوا الايه بيشوفوا. فان نسبتها الى الامر الاصلي يبقى الله يتوفى، وان نسبتها الى المتلقي المباشر من الله يبقى مين؟ ملك يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. وإن نسبتها إلى من وكله ملك الموت ليعينه على هذه العملية ويتفرق في الأرض يبقى ما إيه؟ توفته إيه؟ رسلنا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الله. طب هي دي مسألة بعد ما يتحاسبوا ويروح الجنة ولا ساعة الله؟ قال لك ساعة الاحتضار لا يكذب الانسان فيها نفسه. في حياته الدنيا يمكن يكذب نفسه، مريض يقول لك انا بكره صح، انا مش عارف الامل يديله ايه، دي كذا يعني دائما غلبه الايه الامل. لا، ساعة الاحتضار هي الساعة التي يوقن فيها كل ميت بانه ميت، ما فيش فيها كلام. اهي الساعة دي بقى ما يكذبش الانسان نفسه. ولذلك تجد اللي ظلم فلان ممكن ساعة ما يموت يجيب أولاده يقول يا أولاد أنا عشان أقابل ربنا كويس، أنا والله ظلمت فلان وخدت من فلان كذا، وقولوا لفلان إنني قلت عليه كذا، وقول له الله الله إيه اللي جرى؟ ما أنت كنت ساتر دي زمان. أما قال لك أصلها في الساعات التي يؤمن فيها الإيه؟ الفاجر. في الفاجر ويستحضر كل شريط عمله، فإن كان مؤمنا استحضر شريطا منيرا وإن يبتسم كده ويستشرف للموت ويبقى مبسوط. وإن كان أعماله بقى قذرة ساعة ما يشوف الأعمال يقول نفسه إيه؟ تنقبض وتنكبض، يقول لك ده عليه غبرة. هي مش غبرة ولا حاجة، حينما استحضر عرف ما قاله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.